إذن نقرأ في العالم من حولنا. من عمان نرحب بالسيد سركيس نزار وهو محلل الأسواق العالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا سركيس، ودعنا نبدأ من حيث انتهينا في هذا الخبر الذي يتحدث عن النفط وتوقعات أوبك بإزدياد ربما الطلب العالمي في 2022 من جهة، وبين التداعيات الحالية والأعاصير ربما التي تؤثر على النفط، كيف هي مساراته وسط كل هذه الأجواء؟ نلاحظ هذا اليوم تحركات إيجابية لأسعار النفط بشكل عام، وهذه التحركات بدأت خلال الأيام الماضية أيضا، حيث شهدنا ارتفاع في أسعار النفط. جائحة كورونا وما تسببت فيه من إغلاقات في عدة دول، أذكر منها الصين، اليابان، أستراليا ونيوزيلندا وبعض الدول الأوروبية، لم تكن إغلاقات شاملة إن كانت على مستوى المنطقة أو إن كانت أيضا زمنيا، فتعتبر إغلاقات محدودة نوعا ما. رغم أن هذه الإغلاقات تسببت بانخفاض في طلب النفط فعليا، بحسب ما قالت إدارة معلومات الطاقة بأن الطلب توقف عن النمو خلال شهرين سابقين، وهذا التوقف عن النمو دفع بالأسعار للانخفاض، لكن عندما جاء إعصار أيدا تسبب في أضرار جسيمة في شركات الطاقة واستخراج النفط، مما خفض وبشكل كبير الإنتاج من خليج المكسيك، وهذا ما دعم ارتفاعا في أسعار النفط. الآن قدمت لنا أوبك توقعات جديدة بالنسبة للعام المقبل، وأشارت إلى توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سوف يتعافى أكثر فأكثر، وقد تصل مستويات الطلب كمتوسط يومي لأكثر من 100 مليون برميل، بل وبأعلى من الطلب الذي اعتدنا عليه خلال عام 2019، مما يعني بأننا قد نعود إلى طلب النفط بشكل كما كان قبل جائحة كورونا. بالتالي هذا كله يدعم الارتفاعات في أسعار النفط. حاليا الموجة الصاعدة قد تستمر لبعض الوقت وسط بعض نقص الإمدادات في من خليج المكسيك، لكن في نفس الوقت يجب أن نشير أن التوقعات طويلة الأمد بالفعل تشير إلى اتجاهات صاعدة بالنسبة للأسعار، لكن على المدى المتوسط حتى لو شهدنا بعض الارتفاعات على المدى القصير فقد نكون ضمن نطاقات محدودة نسبيا، لحين أن نشهد التأثيرات الحقيقية وإعادة احتساب التأثيرات جراء انتشار سلالات كورونا المتحورة على العالم وتأثيرها على الطلب العالمي من النفط. يعني بكل الأحوال سركيس، ارتفاعات أسعار النفط ساهمت بالضغوط التضخمية التي نشهدها حول العالم. اليوم لدينا بيانات التضخم الأمريكية مرتقبة ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، ما هي التوقعات؟ إلى أي مدى ترون بأنها من الممكن أن تؤثر سلبا على أسواق الأسهم وقد تترك أيضا تأثير على قرار الفيدرالي المتوقع من اجتماعه الأسبوع المقبل؟ بالتأكيد كما تفضلتي، المتداولون حاليا في انتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين، وهو أحد مؤشرات التضخم المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية. متوسط توقعات الأسواق تشير لاحتمال بعض الانخفاض في معدل التضخم، هذا رافقه أيضا التوقف في ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، بل وهبوطه نوعا ما خلال شهر أغسطس الماضي وبداية هذا الشهر. الضغوط التضخمية ممكن تنخفض بعض الشيء، لكن كما نرى بأن متوسط التوقعات يشير إلى 5.3%، وهذا المستوى بحد ذاته يعتبر مرتفع جدا، رغم أن الفيدرال الأمريكي يعتمد مؤشر البي سي إي أو القيمة الجوهرية لمؤشر بي سي إي عند وحاليا يقع عند 3.6، لكن هذا أيضا كمؤشر أسعار مستهلكين يعتبر إشارة مسبقة للمؤشر الذي يتبعه الفيدرال الأمريكي. بيانات اليوم ربما تكون ذات تأثير كبير على الأسواق المالية، خصوصا لو أظهرت انخفاض يفوق التوقعات، يعني لو شفنا 5.2 في الانخفاض قد نرى تأثر كبير وقد يكون هنا إيجابي بالنسبة لأسواق الأسهم، لكن إن شهدنا التضخم لن ينخفض وشهدنا مفاجآت تظهر بأن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة رغم انخفاض أسعار النفط، فهنا سنكون عند نوع من أنواع التضخم الذي يدعى اقتصاديا صحيح. التضخم الأصيل والتضخم الأصيل يعني ارتفاع الطلب وكذلك نقص في المعروض، وهذا قد يكون سلبي جدا على أسواق الأسهم ويدعم أيضا طلب الدولار الأمريكي. فبيانات اليوم قد تكون ذات تأثير ملموس على الأسواق المالية، خصوصا إن جاءت نتائجها بعيدة عن التوقعات. نعم جيد، وأنت تعلم أن التضخم وتأثيراته على الورقة الخضراء ينعكس فورا على الذهب الذي يرتبط مع الدولار، يعني ارتباط وثيق لا فكاك. كيف هي تأثيراته على المعدن الأصفر؟
الآن هنالك بعض الدراسات التي قمنا فيها في إكويتي، وتطرقنا إلى موضوع علاقة أسعار الذهب بالتضخم. وجدنا أن العلاقة التي معروفة اقتصاديا أو لدى الكثير من المتداولين بين تحركات أسعار الذهب والتضخم الحالي هي علاقة ليست قوية، لكن العلاقة القوية هي مع توقعات التضخم. على سبيل المثال توقعات التضخم لخمس سنوات أو عدة أشهر، هنا يتأثر الذهب في توقعات التضخم. التوقعات المستقبلية بالنسبة للتضخم بحسب الفدرال الأمريكي وعدة رؤساء أيضا من البنوك المركزية تشير إلى أن ارتفاع التضخم هو أمر عابر، يعني احتمالات جيدة أن نرى انخفاض في التضخم خلال الأشهر المقبلة. على ذلك لاحظنا بأن ارتفاعات أسعار الذهب خلال الفترة الماضية كانت نوعا ما محدودة، ويعود سعر الذهب للانخفاض كلما ارتفع الدولار الأمريكي. فبيانات التضخم هذا اليوم إن لم تظهر انخفاض ملموس في التضخم فقد نشهد تأثير سلبي على أسعار الذهب، لكن هنا نقول بأن انخفاض التضخم قد لا يؤثر آنيا على أسعار الذهب، لكنه سينعكس على توقعات سياسة البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. التوقعات تشير إلى أن الفدرالي ربما سيبدأ تقليص برامج شراء الأصول، لكن مقدار هذا التقليص قد يعتمد على مقدار المخاطر التي قد يضعها التضخم أمام الفدرالي. بالتالي انخفاض التضخم أكثر من التوقعات ربما سيجعل الفدرالي يبدأ بالفعل بتقليص برامج شراء الأصول، لكن بوتيرة بطيئة ربما على مدى 6 أشهر. وبرامج شراء الأصول في التحفيز هي أيضا داعمة لأسعار الذهب. شكرا جزيلا لك سركيس نزار، محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب.